معايا حلم لحضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. اول حلم كان ليا، كنت ماشيه في اختي، انا واختي في طريق. فالطريق دي كان فيها يعني نخل، والنخل ده فيه بلح نازل منه كده. فانا قلت حرام يعني مش هاكل من البلح ده، لان دي حاجه مش حاجتي ودي في الطريق. فانا ماشيه في الطريق سمعت واحده بتقول الشيخ اقرأي سوره البقره، وبعدين قالت فتحوا ونصر من الله قريب. وانا قلت في نفسي يا ربي كم بشرى، كم مره في اليوم ده سمعت البشرى دي اللي هي آية فتح ونصر من الله قريب. تفضل. والحلم الثاني. والحلم الثاني حلمت ان انا ماشيه في وسط ناس، وكان كنت مبسوطه وبقرأ آية سوره مريم، ربي جعل لي آية، قال آية تكلم الناس 3 ليال مسوية. تفضل. نشكرك جدا يا زهره تبعين. تفضل يا فندم. لما اشوف ان انا بمشي وقالت ان هي بتاكل، قالت شافت ان في بلح، شافت تمر على او بلح على النخل وما رضيتش تاكل منه. طيب وقراءه القران شافت ايه؟ في واحده قالت لها اقراي سوره البقره، وشافت ايه فتح ونصر من الله. طيب المشي بيدل على الرزق، لان ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وبعدين أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وبعدين واحد راح للإمام الشافعي كده قال له يعني أنا الرزق بتاعي مثلا في في 100 قرشي 100 يزيد كده يعني مش واسع، عايز أسافر أعمل إيه يعني؟ الرزق ده يزيد إزاي؟ قال سافر تجد عوضا عمن تفارقه، فإني وجدت وكوف الماء يفسده، والأسد لولا فراق الغاب مفترست. ولما أشوف النخل بقى رزق برضه. ليه؟ لأن ربنا قال إيه؟ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وسورة البقرة التي تبطل السحرة، وسورة البقرة إذا قرأ القرآن يعني ما أشوف إن أنا بقرأ القرآن، لا واحدة وصيتها إن هي تقراها، ما أشوف إن أنا بقرأ سورة البقرة. شوفي ربنا قال إيه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ولما أشوف النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند مين؟ الله العزيز الحكيم. طبعا النصر من عند ربنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى أنا هنا علشان يتحقق النصر لازم أتمسك بالله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. طيب الحلم الثاني بقى مرتبط بالحلم الأولاني، إن هي شافت إن هي بتقرأ سورة مريم. ده شوفي ستنا مريم ربنا قال إيه؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وبعدين لما ضرب بها عليها الرزق والبركة قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن نقول لهذه المرأة أن هناك استجابة دعوة، لأن نبي الله زكريا هنالك دعا زكريا ربه. يعني شوف لا لا أنا بخش عند مريم وهو اللي بيكفلها، شوف يخش عندها يلاقي الرزق. طب ما ادعي بقى عشان ربنا يديني الذرية، يقوم يدعي يصلي ركعتين هنالك دعا زكريا ربه. ده لسه بيدعي ربنا علشان نعرف ان ربنا يعني ما فيش احد منه. اكيد طبعا. هنالك دعا زكريا ربه. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. انك سميع الدعاء. فجت الاجابه على طول، فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى والله اعلى. طيب.